بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا السيري اللي بدينا فيها الألغوريتم ولا لونغ أسي. ألوغ اليوم إن شاء الله حلقة ديالنا غتكون على سويتش ستيتمنت. ألوغ أول شيء نعرفوا شنو هي سويتش ستيتمنت وكيفاش تتكتب. أول شيء بغينا نعرفوه هو أن سويتش ستيتمنت فهي بحال الاف، يعني قريبه من الاف، كتخدم نفس الشغل ديال الاف ولكن الكتابه ديالها بطريقه اخرى. ممكن بعد لي زيكزيرسيس كيكون من الاحسن انك تستعمل سويتش، كتكون ابسط من الاف. الوغ بالنسبه لسويتش، تنكتب سويتش كما هي، نكتب سويتش وهنا بين قوسين تندير الفاريابل اللي انا بغيت نخدم عليه هاد سويتش هذه. الو مثلا عندي واحد الاكس باغ اكزومبل، واحد خلينا نبداو مثال ديريكت. انا غندير واحد المثال، انا نطلب من ليتيليزاتور نقول ليه برينت اف، نقول ليتيليزاتور يدخل ليا واحد اونتري نومبر entre 1 et 5. D'accord? ندير سكانف وغادي نحط هاد الفاريابل ولا هاد الانتجر هذا اللي دخل ليتيليزاتور هاد نومبر، غادي ندخلو في واحد الفاريابل عادي كيف ما كنا كنديرو دائما بورسونتاج دي، حيتاش غادي يكون انتجر عاد نديكلاريه. مثلا نسميه اكس ان اكس، نطلع انا نديكلاري الفاريابل ديالي اللي هي انت اكس بوان فيرغول. الو غادي نخدم ستيتمنت ولا غادي نخدم هاد السويتش هادي على حساب هاد الاكس. الوغ الى ليتيليزاتور دخل واحد غادي نافيشي ليه ميساج اللي هي 1، الى دخل ليتيليزاتور جوج غادي نافيشي ليه 2، الى دخل ليتيليزاتور 3 غادي نافيشي ليه 3 مكتوبه بالحروف. شوفوا كيفاش نديرو. اول شيء كنكتبو سويتش كما هي، داكو، وهنا كنحط الفاريابل اللي انا غادي نخدم عليه. الوغ الفاريابل اللي غادي يكونوا فيه دوك الحالات المختلفه، مثلا هاد الاكس هذا راه غادي يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة. كنا كنديرو في اف كنا كنحطو هنا لا كونديسيون، هنا تنحط الفاريابل اللي انا باغي نخدم عليه. الوغ في هاد الحالة عندي هو اكس وكنفتح معقوفات كنقول ليه سويتش اكس. اول شيء كيز، وكنشوف في الحالة اكس هاد كيز هي في حالة اكس كتساوي واحد. الوغ مادام واحد كنكتبها واحد عادي، كندير دو بوان داكوغ، وتنكتب هنا نافيشي الميساج اللي بغيت برانت اف عادي جدا، وكنكتب ليه ان داكوغ. الى ليتي في حالة اكس ساوات واحد غادي نافيشي ليه ان، وتحت منا تنكتب بريك داكوغ. بريك زعما راه ساليت كيز حالة هاد اكس كتساوي جوج، بسيطة اسباس حالة اكس كتساوي جوج غادي نقول ليه برانت اف غادي نافيشي ليه دو بوان فيرغول، وغادي نجي لتحت ونكتب بريك حالة اكس كيز اكس ساوي 3 داكو، غنكتب برانت اف غادي نقول ليه افيشي ليا 3، غادي نجي لتحت وغنكتب بريك حالة اكس ان كيز اكس ساوات 4، فانا غادي نقول ليه برانت اف ونقول ليه
Affiche il y a 4. حالة وغادي ندير بريك بيان سور. طب نشوفو شناهي الاستعمال ديال هاد بريك. حالة اكس ساوات 5 فانا نقول لي افيشي 5. سانت اف وهنا سانت بوان فيرغي. غادي ندير بريك. حالة ليتيليزاتور دخل شي رقم اخر كندير ديفولت. ديفولت بحال الز فاش كندير اف ديفولت دو بوان وكنكتب برانت اف. نقول لي هنا عاود ليه نفس الميساج باش يعرف بلي هو راه. نقول ليه le nombre où vous entrez est invalide. D'accord. On peut dire break enregistrer un compil du programme. Alors unexpected before ما درناش واحد البوان فيغكيل هنا. الوغ مثلا دخلت ان غادي يكتب لي ان، دخلت دو غيكتب لي دو، دخلت تخوا غيكتب لي تخوا، دخلت سانك غيكتب لي سانك كيف ما تتشوفوا. و الى دخلت شي رقم اخر من غير الارقام اللي انا طلبت ليهم فهو غادي يقول لي مثلا لو نومبر كو فو زونتخي اي انفاليد. داكوغ. الوغ هاد سويتش هادي تنستعملها ملي كيكون عندي مقارنة، يعني تيكون عندي واحد الفاريابل ممكن يجيو فيه بزاف ديال لي فالور وانا كندير واحد المقارنة، يعني ندير واحد لا كونديسيون. عندي واحد لا كونديسيون يعني في حالة ان هاد اكس ساوى هاد الشي خصني نافيشي واحد الميساج، وفي حالة اكس ساوى هادي خصني نافيشي واحد الميساج. بلاص ما ندير اف يمكن لي نستخدم سويتش. داكوغ. بالنسبة للسويتش كنكتب كيس داكوغ، وكنكتب شنو هاد اكس ممكن يساوي. الوغ احتمالات ديال اكس، اكس ممكن يساوي ان ولا دو ولا تخوا ولا كات ولا سانك ولا شي حاجة اخرى. الا دخل من واحد لخمسة كيف ما طلبنا منه فانا غنافيشي ليه دي ميساج ديما عادي. الا هو دخل شي نمبر شي نومبر اللي هو اصلا ما كاينش في اللي ما طلبتوش انا منه فغادي نافيشي ليه الديفولت اللي هو لو نومبر اي ان فالي. داكوغ. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه البدايه، وغادي نشوفوا ان اكزيرسيس اللي غادي يشرح لنا ممكن اكثر ولا ممكن نفهموا منه اكثر هاد سويتش. شكرا على المتابعه ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.